السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله الحلقة 11 من حلقات رمضان كريم، طيف رمضان لعام 1443 هجرية 2022 ميلادية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع بسيط، وهو التطهير في مصر القديمة. لما نذكر كلمة تطهير تتبادر إلى أذهاننا إن التطهير بواسطة الماء أو الحاجة الرمزية اللي هي زي ما بنشوف تطهير سواء جحوتي وحورس بيطهروا الملك في مناظر التتويج، بتنزل علامات الواس وعلامة العنخ وممكن مية بس، فده بنقول عليه تطهير للملك. لكن التطهير برضو ليه نوعين تانيين، وممكن أنا أسميهم ثلاثة، يعني هو التطهير أربع أنواع. التطهير رقم واحد اللي هو المية زي ما احنا عرفنا. التطهير رقم اتنين بواسطة البخور. البخور نفسه بيعمل عملية تطهير للمكان، بما حرق البخور نفسه يطرد الأرواح الشريرة ويجلب الأرواح الخيرة. وده متمثل مش بس في أيام مصر القديم، كمان في الإسلام وفي المسيحية. الشورية في الكنيسة من الأدوات اللي مستخدمة في الطقوس الشورية، والمبخرة أو عود البخور اللي بيطلق في الجامع أو المسجد أو المصلية برضه ليه دور في إن المكان يبقى ريحته حلوة، والمكان اللي ريحته حلوة بيكون فيه إيه، تتلم فيه الأرواح الخيرة أو الملائكة زي ما بيقولوا، وتطرد الأرواح الشريرة. فالبخور عند المصري القديم هو استحضار الروح الجميلة، الروح الخيرة الطيبة. حتى في المثل البلدي، لما انت تشم ريحة حلوة اول ما تذكر كلمة الله، واذا ذكر الله طبعا تمشي الارواح الشريرة فيما معناها. طيب النوع الثالث وهو تطهير بواسطة ملح النطرون. النطرون بيطهر المكان، حتى في العادات والتقاليد بتاعتنا مع كنس البيوت وغسل البيوت بماء بملح او رش الملح في اركان البيت، يقول لك بيدي طاقة ايجابية. التطهير بواسطة الملح النطرون كان بيتم في المعابد وافتتاح المعابد، ومن مناظر التأسيس بنلقاها في ادفو، اشهرها طبعا بطليموس الرابع في الصالة الثانية. فملح النطرون برضو عملية بيقوم بعملية تطهير. النوع الرابع التطهير بواسطة الكلمة اللي هو الريسيتيشنز، اللي هو التعاويذ السحرية اللي بنقول عليها ماجيكال سبيلز أو التعاويذ. فبواسطة التعاويذ والتراتيل اللي بتقال بواسطة كاهن مثلا، بتعمل عملية تطهير للمكان والأجواء حوالين الملك. فالتطهير زي ما احنا ذكرت كده أربع أنواع: تطهير بواسطة الماء، تطهير بواسطة البخور، تطهير بواسطة ملح النطرون، والتطهير رقم أربعة بواسطة التراتيل والتعاويذ التي تتلى. شكرا لحضراتكم، وكل سنة حضراتكم طيبين.